مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة وسعادة وسرور، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الختامية من حلقات برنامج دوافير، وبإذن الله سيكون ختامها مسك مع ضيوفنا الرائعين الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وبإذن الله سنستمتع نحن وإياكم بوجودهم طيلة ساعة قادمة من الآن على الهواء مباشرة. فأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأخيرة من حلقات برنامج دوافير. حصة تعارف، أنتم ما شاء الله تبارك الله كل واحد منكم يعني مغطى على الثاني بشهرته، لكن المعروف ما يعرف، وزيادة حرص عرفوا أنفسكم. أنا أبدأ معك يا سعود. والله معكم أخوكم سعود الوازي. طيب ليش تحلف؟ أقسم بالله مصدقين. طيب معكم تأكيد. معكم أخوكم سعود الوازي. نعم والله. بدايتي كانت والله يوناو، برنامج اليوناو. وبعدين بديت بالإنستغرام من الصفر، والحمد لله وصلت لهالشيء وبس. ما شاء الله، كم عدد متابعينك وصلوا؟ 112,000. في فترة كم تقريبا؟ ممكن 5 شهور. ما شاء الله تبارك الله. صدق المعروف لا يعرف على قولتك. لا بتعرف نفسك، انا اعرف ذول بيعرفونك. شيء ما اعرف. معكم اخوكم سلطان القحطاني. ونعم والله. الملقب بصدصد. ونعم والله. ما اقول اني نجم نجوم انستغرام، واحد كنت هاوي انستغرام، وكنت هاوي يعني اطلع على الاعلام وزي كذا، والحمد لله فضل الله ثم فضل المتابعين وصلنا المكان هذا ما شاء الله تبارك. وفي طموح وحلم كنت اتمناه، وان شاء الله اوصله مثل ما وصلت المكان ذا اللي هو المسرح. وبتوصل ان شاء الله. وان شاء الله بوصل ان شاء الله. طيب سلطان، انا من امس وانا اسولف معاك اقول لك وش الاسم اللي تبغاني احطه بالتصميم؟ ايوه. اكتب سلطان ولا اكتب صدصد؟ لا لا تكفى تكفى، لا تكون سلطان. الحين جالس تعرف نفسك انا سلطان القحطاني. انا قلت لك المعروف لا يعرف، قلت لي انت عارف عن نفسك. لا بس امس انا شوف لي تقول لا تطلع الا بصدصد يا ناصر. انا قلت لك صدصد وسلطان القحطاني اخوي. طيب خلنا حبايب يا صدصد، خلنا نعدي الحلقه حبايب، فلا تخلينا نتهاوش الحين قدام مشاهدين. ما اقدر اقول لك شيء. طيب بندر. بندر المطيري. ونعم والله. مهتم بالبرامج التواصل الاجتماعي، بدايتي كانت في برنامج الكيك، بعدين برنامج الانستغرام. جيد الحمد لله. طيب بندر، انا ودي اسال، كل مقاطعك هواش جالس تدمر. دمي حار. طيب دمك حار، ايش دخل المتابعين؟ طيب افضفض. اوكي طيب. ما في احد يسمع. الهاكر معك عبد الله العنزي. تابعته دايم. والله هاوي للتقنيه، ودخلت في مجال الهاك، والحمد لله يعني وصلت العدد من المتابعين، والحمد لله يعني شجعوني على اني اغير من اللي كنت اسويه قبل في الهاك، وضبطت الامور. طيب شفتك كاتب هاكر تائب او زي كذا. هاكر سابق. او هاكر سابق. ايه. ليش بطلت؟ خلاص الهاك يعني عقلت يعني تقدر تقول. طيب اوكي. طيب مشاهدينا الكرام، هذول هم ضيوفنا، راح يستمتعون معنا وراح تستمتعون معنا انتم ايضا بالعديد من الفقرات في هذا البرنامج، فتابعونا في اول حصه. طيب بندر، وش جالس تقول؟ تقول شيء؟ لا ما بيش. لا لا بتقول، والله بتقول ان شاء الله. لا بشوفك عصبت على اخوي صدصد كذا. والله وش كنت بتسوي؟ بغيت اقول ملك. والله اني امزح، ترى والله اني امزح. لا هذه انا اعرف الناس تهبل. والله خوفني. طيب احنا عندنا الحصه الوطنيه، راح نتكلم عن لحمه الوطن. احنا مع الاسف الشديد جالسين نسمع احيانا اخبار بالصحف، واحيانا عن طريق التلفزيون اخبار ما تسر ابدا. يعني الحدث اللي صار في الاسبوع الماضي والحدث اللي صار يعني امس في صلاه الجمعه، يعني بالاخير هي اشياء دخيله على المجتمع، واحنا جميعا ما نرضى فيها ابدا. لذلك احنا خصصنا الحصه الوطنيه، وانتم ما شاء الله تبارك الله من خيره الشباب اللي انتم ممكن تتكلمون، علشان الشباب امثالكم راح يستمعون لكلامكم، وباذن الله ان كلامكم راح يلقى صدى راح يلقى صدى باذن الله وراح يستمعون بكم. لكن انا سؤالي اللي ودي اسال، اول شيء ابدا معك يا عبد الله، مثل المواقف هذه انتم وش دوركم يا نجوم الانستغرام او نجوم السوشيال ميديا اللي عندكم عدد كبير من المتابعين؟ والله شوف صراحه احنا يعني ما نقدر نتدخل في الشيء هذا، هذا شيء تبع حكومه وما حكومه. لا انا اقصد كرده فعل، يعني رده فعل من اي ناحيه؟ يعني احنا بنقدر نوعي الشعب انه هذا شيء خطا اوكي بالضبط. باللي نقدر نسويه حلو، بس شيء ثاني ما نقدر. لا هي شيء ثاني كل واحد له اختصاص يعني. لكن انا اتكلم عن اللي انتم قادرين تسوونه. بندر نفس سؤالك. اللي صار قبل اسبوع هذا ما يمثل الاسلام. جيد. وحنا كلنا مذاهب مع بعض. انا اعتبر اللي صار انه
عمليات فاشلة جدا. جيد. هو شيء فعلا محزن. هو فعلا شيء ما يمثل الإسلام، خصوصا أنهم ناس رايحين يصلون في مساجد بالأخير يلقون حتفهم. أكيد. سلطان حبيبي، واجبنا وأنا أخوك يعني إحنا كنجوم إنستغرام توصيل رسالة يعني المتابعين، يعني المتابع الحين لما يشوف النجم إنستغرام ينزل أي شيء يأخذ الصورة أن اللي ينزله الشخص هذا أنه صح. يعني إحنا قبل ما ننزل سواء صورة أو مقطع فيديو أو كومنت نكتبه نتأكد من صحة الخبر قبل ما نحطه. جيد جيد. طيب سلطان، لكن أنا ودي أسألك سؤال ثاني. أحيانا مع الأسف الشديد إحنا جالسين نشوف معرفات وهمية وأسماء وهمية، يعني ما نعرف أصحابها منهم وجالسين يتكلمون وينشرون إشاعات ويتكلمون زي كذا. أنت نصيحتك من المكان هذا وش تسوي؟ والله نصيحتي إني أشوف يعني المتابعين والعالم يعني اللي تنشر الإشاعات وذي ما يستمرون فيها أبد، يعني ما ينشرونها. يعني بالأخير ما نستمع لهم، نستمع للمصادر الموثوقة بس. إيه بس الموثوقة. جيد. طيب أنا ودي أسأل عبد الله، غالبا يعني إحنا جالسين نتابع الشباب نشوف أحيانا الواحد منهم. ليش تضحك يا سلطان؟ ليش تضحك؟ مالك مالك صح صح باقي تكلم وانت قطعته. ريش بي صراحة يا العز الله. انا قطعتك والله؟ اي والله انا اسف والله. كمل. لا والله لا والله راحت الكلمة خلاص اسمعوها المتابعين. طيب 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 انت يا سلطان ناويها مشاكل من البداية، لكن عسى الله يكون شرك يا رب. اللهم امين. طيب عبد الله، مع الاسف الشديد احنا جالسين نشوف مثل الاحداث هذه اللي منتشرة، لكن في ناس مثل ما ذكرت انا قبل شوي الاشاعات احيانا جالسين ينشرون اخبار اصلا مغلوطة، أخبار مو صحيحة. فأنا ودي برضه نصيحتك لكل واحد يتابعك من المشاهدين الكرام، خصوصا الشباب اللي مثلكم. والله شوف أنا نصيحتي لهم يعني لا تصدقون أي شيء، سواء حتى لو كان مني إلا من مصدر موثوق. من مصدر موثوق صدق، أما من حتى لو مني أنا لو تكلمت لا تصدقني. جيد. بندر، عيد السؤال. السؤال الإشاعات. الإشاعات. الإشاعات ما يتجه للإشاعات إلا الإنسان المريض في انفصام في الشخصية، ولا لو في خير يظهر نفسه. كيف يظهر نفسه؟ يعني يظهر نفسه قل إشاعتك هذه، مو بشغل حسابات وما حسابات ورشاشات. جي قوي صح؟ السؤال لك أنت مرة يا سلطان. والله شوف الإشاعات، شوف الحين الأيام هذه كثرت الإشاعات يعني، وأنا أشوف يعني في ناس كان يعني في أماكن ومناصب يعني لما يطلع من المنصب اللي هو فيه، يعني مثلا كان مدير مستشفى يعني يفصلونه بسبب غلط وسواه ولا شيء، يروح يتكلم عن المستشفى اللي كان فيه أو المنصب اللي هو كان فيه، والناس تصدق لأنه كان في المكان هذا وهو إشاعة. والله انا اشوف ان الاشاعات وهذه كلها تسبب زعزعه يعني في الوطن، ويعني زي ما تقول يعني نشرها الناس اللي يروجون لو يشرحها صح. لكن بالاخير احنا كلنا عيال وطن واحد وكلنا عيال قريه واحده على قولتهم، فباذن الله مثل الناس الدخلاء هذول ما راح ياثرون فينا ابدا، كلنا راح نوقف ونحط يد بيد علشان ان شاء الله نرقم مجتمعنا، وانتم خير من مثل الشباب. اللهم صل على يعطيكم العافيه. هذه هي الحصه الوطنيه مشاهدينا الكرام، خصصناها في اول حلقه للحديث عن الوطن، وهذا أقل واجب نقدر نقدمه لوطننا من الشباب، من خيرة الشباب بإمكانهم أن يتكلمون ووصلوا الرسائل لمن هم مثلهم وفي أعمارهم. خلونا نتابع وش الحصة التالية ونرجع لكم مرة ثانية. طيب هذه مصطفى الدافور. مصطفى؟ نعم. ايش فيك؟ فيش واحد على اختبار فيزياء عايز شكله يبقى عامل ازاي؟ خلاص عادي. طب ادخل سلم على الاقل يعني. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. هاي. والله انا عديها عديها. بالعادة أي واحد دافر ما شاء الله تبارك الله تحصله مبتسم وبشوش وزي كذا. ما هذا ما تلقاه لسه فقرة بس الحين ما حفظها ونفس. أنا لسه كتاب كامل عادي انبسط. قانون الكم ده خنقني. ليش؟ طب مو أنت تقول أنت دافر ما شاء الله تبارك الله جايب 100%؟ ايوه ماشي انا جيب 100% عديت من ده تخيل. طيب اجلس قدام. طيب شيء حلو. طيب لا لا خلي لو جبت انا متعمد اللي اعرف ان مصطفى قدام مو هو 99.99. لا مصطفى لك لو نقصت درجه واحده في التوحيد اللي هي بتتحسب بدرجه واحده جبت تقريبا 99.82 تقريبا. في ايش دي لو نقصت درجه واحده؟ والله ان شاء الله هذه نجيبها بالحاسب في الاله. طيب مصطفى وش عندك لو تقدمه؟ الفيزياء كنت بذاكر فكتبت. لا طيب لا تنكبله. اسلم نوستر. اسلم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تمام الحمد لله يا رب دايما. طبعا اختبار الفيزياء ده يعتبر اختبار غلس كده، هو بيجي بعد اجازه مدتها 3 ايام فمدتها يومين، فهنا بقى المشكله فبتذاكرها بمده طويله. اولا
بالنسبه لماده الفيزياء ما ينفعش تذاكر جماعي، يعني البلاي ستيشن، البلوت، الكيرم، كل الحاجات دي بتتلعب مع بعض. لكن ما تجيش تقول لي انك راح تقابل صحابك تذاكروا مع بعض، لان يعني دي حاجه شبه مستحيله الا في حاله واحده بس، ان كان في واحد دافور معاكم، ده يعني هو اللي هيشرح لكم، غير كده انسى. تاني حاجه، لو انت داخل تذاكر فيزياء اياك تطلب من ابوك وامك اي حاجه، بالعكس انت لو طلبتها وانت داخل مش هتعرف تخرج، مش هتلاقي مبرر انك تخرج بسببه. فنصيحه مني، ادخل وانت فاضي، يعني ما تاخدش معاك قلم، ما تاخدش دفتر، عشان يبقى عندك فرصه انك يعني تخرج تريح فيها. تمام، لو عايز تخرج عندك اول سبب راح اشرب ميه، بعد كده راح اخد اي حاجه اكلها او اي حاجه مسكره عشان بس السكر عند دماغي ضغط. بعد كده الخروجه الكبرى بقى اللي انت هتخرج تقعد فيها ساعه بره، ودي تعتبر انجاز، انك تعمل التكتيك الاتي: تخرج تسال تقول لهم انا خلصت بابين بقى والحمد لله وقدامي قليل كده واخلص، بس ايه ده انتوا بتتفرجوا على ايه؟ اه جميل جدا، هو اتكلم عن الموضوع الفلان مثلا او اي حاجه، وبعد كده اقعد اتفرج معاهم. كده يبقى انت ضمنت انك يعني هتشوف الحلقه اللي هم بيتفرجوا عليها، دي حاجه. تاني حاجة، لو عايز تنده ابوك مش لازم تزعق تقول يا ابويا او اي حاجة، كفاية انك تمسك موبايلك 3 ثواني هتلاقيه قدامك، ما تسألش ازاي. اديها بقى. لما تحب بقى الفيزياء، فيزياء محتاجة برشام غريب شوية عن اي نوع تاني. البرشام اللي انت بتجهزه للفيزياء محتاج 3 شهور، يعني انت لو عادت تذاكر فيزياء اسهل منك تعمل برشام للفيزياء. انت محتاج تكتب بخط يعني النانو متر عشان تلحق تخلص اللي انت عايزه. هتروح المدرسة هتسأل أي طالب أنت مذاكر ولا لأ، لو طالب دافور هيقول لك لأ أوتوماتيك، يعني تذاكر لأ مش مذاكر، مع إنه لو كح هتلاقي في قانون وقع من بقه ما تسألش ليه. لكن لو طالب فاشل وجيت سألته هتلاقي إنه مقضيها تشارلي تشارلي أر يو هير تشارلي تشارلي كان بلاي وذ مي، بس ده اللي كان عمال يعمله. مش جاهز تقول هي الفيزياء وش تشارلي تشارلي مدري إيش؟ ده حاجة كده انتشرت على التويتر بشكل مستفز. اوكي اتوقع الناس كلها قاعده عليها، بس غريبه ان تشارلي ده لو انت قلت له ار يو هير هيقول لك يس، كان يو بلي وذ مي يس، انا هنجح السنه دي نو، ده السؤال الوحيد. هتدخل الامتحان هتلاقي واحد بيطلب منك يعني لسه المدرس بيوزع ورق، وزع للي هنا هيلف وهيجي لي، عبال ما اللي هنا ليه بيسالني السؤال الاول؟ السؤال الاول انا لسه ما خدتش ورق عشان اسالك. تاني حاجه، لو لفت الاسئله، لو جال ورقه الاسئله وفضلت تقول لي السؤال الاول السؤال الاول السؤال الاول، تاكد انك لو زنيت مده طويله هقول لك اضرب 5 اس 3 في 2 قسمة تلت عدد افوجادرو وكمل انت بقى عشان ارتاح منك. كده يبقى انا عملت الواجب ولبستك في حيط. تاني حاجه، بالنسبه للمراقب، كفايه انك تقول لي مره واحده اكتب اسمك ورقم جلوسك، مش لازم كل 3 دقايق تقولها لي، انا حاسس انك معلق في نص الفصل. اكتب اسمك ورقم جلوسك، اكتب اسمك ورقم جلوسك، عدى السؤال الاول ودخل على السؤال الثاني ما شاء الله، واخر 5 دقائق اخر 5 دقائق، فاضل دقيقتين فاضل دقيقتين، ارفع ايدك وسلم الورقه. ده الاسلوب بتاعه. ثاني حاجه، ليه الوحي لازم ينزل عليك او كل الاجابات او كل تفكيرك نص الورقه تملاها اول ما يقول لك ضاع القلم؟ ضاع القلم ده مش معناها بدا الامتحان، خلاص ضاع القلم انتهى. اختبار الكيمياء اللي كان يوم الخميس، انا خلصت الاختبار بدري عادي، كان بالنسبه لي سهل، خلاص خلال 10 دقايق لقيت بقى كل اللي قاعدين في الفصل ليه ماشي ليه مش عارف ايه، هتسيبنا وتمشي وانا خلفتك ونسيتك عشان اقعد جنبك، انا مالي بيك، انا مش مشكلتي انت تعمل اي اللي انت عايزه. تاني حاجه، لو انت بتغش في امتحان الفيزياء مش لازم تقول للمدرس انك كنت بتاخد اله حاسبه او بتساله تاريخ اليوم كام، عشان يعني المدرس مش هيحترمك، يعني كفايه انك تقول له ان انت كنت بتتبادل معاه المعلومات لايصال لاكبر قيمه من الدرجات للخروج من هذا المأزق. ساعتها التبادل الاحترام هيكون متبادل بينك وما بين المدرس، هيظهر في ورقه المحضر الغش اللي هتعيد بيه السنه، انصحك تستخدمها. اهم حاجه، سؤال علل، سؤال علل ده هيخلص مع اخر امتحان، بعد كده مش هتلاقي ابوك مثلا يجي يقول لك علل راح معرض الكتاب ليه، مستحيل. ممكن النهارده خلاص يعني ما دام بكره الاختبار هيجي لك كوابيس كده واحلام غريبه زي ان ورقه الفيزياء كبيره والقلم صغير ولا مش عارف تحل، عادي جدا. بس اخر حاجه، بس لو لقى الامور اللي مش عارفين عيالهم بيعملوا ايه في المصاريف، لو ابنك لو بنتك قالت لك ان باخد درس كيمياء باخد درس فيزياء ب 100 ريال اعرف ان هو ب 80، ولو ابنك قال لك ان هو بياخد درس فيزياء ب 100 ريال اعرف انه ادبي اساسا. السلام عليكم. طيب
مصطفى. ايوه ريس. انا بالعاده بندر معي الله يسلمك، انا بالعاده اي ضيف الضيوف يجونا اقول شوفوا ترى هذا الدافور، انا دائما تسمعون فيه ولا تشوفونه، ترى هذا الدافور. عشان كذا ودي كل واحد منكم يسال سؤال زي كذا على السريع. هذا الدافور قدامك، ترى ممكن ما تجي سؤال شخصي ولا يعني ممكن ما تجيكم فرصه بحياتكم تقابلون الدافور مره ثانيه. والله حكم انكم ما شاء الله تبارك الله دوافير، ما في امل بس ما في امل يعني. عشان كذا هذا قدامكم اساله يلا. ما في امل قابل دافور. يلا بندر اساله. اي سؤال اي سؤال عن الدفره وما دفره وكذا يعني يعني كيف جالس يذاكر، كيف جالس يشد حيله؟ انت كيف وانت تذاكر ايش تحس فيه؟ يعني بضمير مثلا لا يعني مرتاح نفسيا وانت ذاكر ولا عادي؟ رضا عارف يعني بعمل الصح تعمل الصح بس خلاص. طيب صار عندك اختبار رياضيات وانت ما ذكرت، باقي لك 100 صفحه والاختبار باقي عليه 3 ساعات. انت كانك بتقول يعني حاجه شبه يعني خيال علمي، انت يعني اديت السؤال ازاي تبقى قاعد وما ذاكرتش طول الفتره دي؟ يعني الحامل عارف ان بعد 9 شهور هتولد. كنت مستشفى، كنت يعني عندك حاله شيء يعني ولا قدرت تذاكر في الوقت ذا كله؟ تمام. باقي الاختبار 6 ساعات. بص في حاجه زي كده بتتبع نظريه معينه اللي هي حل اللي تعرفه واللي ما تعرفوش افتي فيه. يعني اصلا هو مستحيل يذاكر قبل الاختبار بيوم، استحاله. انا سالته قلت يعني كان يعني لو مثلا لو انا حصل حادثه ومغمى عليا مثلا لمده شهر في المستشفى وصحيت لقيت بكره امتحان رياضيات. حلو. عادي بقى يعني هتحاول بقى حسب تقدر ان انت يعني بتمشي. يعني خصوصا انت اولى ثانوي بتفهم. كم تتوقع يعني بتجيب درجه يعني من 100؟ تعرف بص ممكن اضيع 3 اسئله بس يعني حد اقصى. لا الله يرزقنا عقبالي ان شاء الله. سعود اسال عادي اسال عن الرياضيات ذا بكيفك. لو اعطيك سطر سطل عندك سطر مو سطل سطر 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 في سطل ماله ها؟ لو اعطيك يعني قسمه مع ضرب مع زايد بتجاوب؟ قسمه وضرب وزايد كذا اجمعها مع بعض خلاص انا حاسبه وحلها لك عادي يعني. شوف اذا قال لك ممنوع الاله الحاسبه. ايه الاختبار ممنوع الاله الحاسبه غير قياس؟ فيه قياس غير قياس. يوم كنت في ثالث متوسط كانوا يمنعون الاله الحاسبه. ايه كان يمنعون. يقول ممنوع الجبال الحاسبه. طيب ماشي كان السؤال هات لي سؤال من اللي في ثالث متوسط واحله لك. والله للاسف الشديد انا ما طيب مصطفى طيب دقيقه عندي سؤال. يعني ما حاولت في ايام الاختبارات انك تغش او انك تشوف اللي قدامك؟ وبصراحه يلا الصدق شوف شوف بين لا اصل بص كميه يعني محاضر الغش اللي كنت بشوفها بتخليني اقتنع ان ما بقاش في حد في القاعه اغش منه. يعني معناه في اكثر واحد موجود. طيب نصيحه تقولها يعني للشباب يعني السعودي اللي يعني اللي باقي عليه اختبار يومين او 3 ايام كيف تنصح يذاكر؟ ولا صارت الماده صعبه يعني؟ يعني الحامل عارف انها هتولد بعد 9 شهور وانت عارف امتى هتمتحن فما عندكش. لا بس في ناس الحين خلاص يعني تفكيره اني اذاكر يعني احفظ خلاص واروح الاختبار انا حافظ كل شيء. طيب انت طالب ايه؟ يعني مثل ماده الرياضيات. تمام. ماده الرياضيات ما ينفعش تحفظ لا هي ولا الفيزياء، ممكن تحفظ التعريفات بس يعني ده اقصى حاجه، تعريفات وقوانين ممكن تسجلها. انا قانون بتسجلها في الاحاسب. انا بحفظها. انا بسجلها كذا حامد كبدي وانا اسمع قوانين ورياضيات فيزياء. طيب يعطيك العافيه مصطفى. الله يعافيك. بيض وجهك. طبعا هذا اخر مره تشوفون دافور فيها. خلاص. فهو بيمشي الحين خلاص انتهى. خلاص بقى الموسم خلص. تكفى يا ولد. هاي زي. اختبارات. عند الثانية. طيب مشاهدينا الكرام خلينا نشوف وش الحصة التالية ونرجع لكم مرة ثانية. طيب حصة فنون. احنا استضفناكم ما شاء الله تبارك الله، كل واحد منكم عنده فن. فمثلا عبد الله منشد، انت ما شاء الله تبارك الله يا بندر مخترع، سلطان وش قلت لي موهبتك انت؟ دقيقة بس قبل ما تقول من المنشد؟ من المخترع؟ عبد الله. المنشد من هو؟ عبد الله. والمخترع من هو؟ بندر. انا. ها؟ انا. الحين من عينك؟ ما شاء الله ما شاء الله. وش دعوة؟ انا حاول اجل اعتبرني انا شيخ. انا حاول اصدق. طيب دكتور. الدكتور سلطان. ما شاء الله تبارك الله. كرة قدم مع ريال مدريد. طيب احلق رمش عيني يا شيخ. طيب كل واحد منكم ما شاء الله تبارك الله عنده موهبة يتميز فيها عن غيره. انا اول شيء في تقرير عندي خاص لك انت يا بندر. يا ليل. راح نتابع مشاهدينا الكرام ونرجع لكم مرة ثانية. دوي لك يا بندر. شيبان الوقت ذا محصلين في اللفة، تسألك كم عمرك يقول 50 واصغر عياله عمره 30. يا شيخ لو انت وام عيالك مسوين زواجكم في الحضانة ما يمديها حولك. نظامه بصد انا 60 اشبه عمرك، الموت جايك جايك. تعرفها قبل لبسهم كذا
ولا يتجمعون كلهم العرفاء في الفسحة ويأخذون أخبار فصولهم والطلاب الكويسين ولهم باب خاص بعد من وراء المكسب يشترون منه. طلابنا أيام اختبارات يروعون القلب كلهم في الصف الأول في المسجد صلاة الفجر داقين ثوب الدفة 17-18 قلم هنا الهندسة هنا الدفاتر هنا وخذ لك خشوع الذيب. بعضهم يتلقف على خلق الله في الشوارع ويفحط وهو خراب للديرة، واللي مسكته الشرطة قال سوري ما جنسية أمريكية USAA، والله لو معك USB لا أكسر عندك الحوض وأربيك ابن الذين. بفهم بعض الشباب اللي في إنستغرام يحسبون الإنستغرام دائرة حكومية، داق القلبيات معطيها تنسيفة سلام عبد الله يوم التسعينات، لا ويرخص الكاميرا ويجين فرته. هد اللعب يا مدير انستغرام، ترى برنامج عادي. ترى اكتشفت اليوم ان في حسابات في الانستغرام لبيع اللايكات والمتابعين. الله يهينك، بس عطنا 6 لايكات وعطنا 3 اضافات لهند. ما دقيت على واحد من مخيلنا ابغى نطلع اتمشى، قال عندي اختبار. انا وش جلسني عندكم في السعوديه؟ انا ما اطلع اتمشى يا انتم نفسي يا نفسيات، أنتم نفسيات، أنتم. ما شاء الله تبارك الله. أهم شيء الأخير هذه. تبي تصور؟ طيب. بندر سافرت طيب ولا لا؟ إيه والله سافرت. وين رحت؟ رحت دار التميم يا حمد. ونعم الله. الحين تميم. ونعم الله. طيب في ناس لقيت نفسيات هناك ولا برضو نفس النظام عندنا هنا؟ لا والله أهل قطر معروفين بالكرم والطيب، والله تعرفت على واحد هناك متابعني في إنستغرام. ما شاء الله تبارك. طيب أنا على فكرة يا بندر وأيضا أنتم في أسئلة راح أنا أستقبلها المشاهدين الكرام وراح أطرحها لكم. حاول تختار الأسئلة. فأنتم وحظكم عاد، أنا ما أريد أحب. الحمد لله ما في. بندر أنت وجودك بالإنستغرام أشوفك أنت عايش جوك لحالك. ما فكرت إن يدخل معك ثنائي؟ لا أبدا. لا عشان ما يمن علي بعدين يقول انا اللي مطلعك انت اللي رفدت. انت ما شاء الله تبارك الله طلعت. طيب الحين لا باقي شوي. باقي للحين. طيب كم وصل عدد متابعينك؟ 255,000. ما شاء الله تبارك الله. طيب وش الخطوه اللي راح تكون بعد الانستغرام؟ احتمال اذا صار الانستغرام مثل برنامج الكيك قبل يعني يطفي يعني ما فيها حد، اتوجه اليوتيوب. اليوتيوب جيد. طيب انا ابدا بقرا اسئله وصلتني هنا. طبعا الاسئله كثيره جدا. هذا سؤال من الأخت لميا تسأل، تقول اسأل بندر وش سبب حذفك للكورس هذا؟ حذفت؟ ايه. ليش؟ علشان تطلع الدار تميم؟ لا بس نفسية يعني جتني ضيقة وزي كذا من الجامعة، فكنت بفصل منها يعني كنت بفصل، بس قال لي دكتور يعني احذف ترم ارتاح 4 شهور بعدين. طب هذا يدل عليش على انك دافور يعني؟ لا دفارة خذينها المصطفى يجيبها الله. ها يجيبها الله. طيب وراجع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب اسال بندر هل كان يغش؟ هذا سؤال من اسمها رموز كذا مو عارف والله. تبي الصراحه ولا بنت عمها؟ لا والله ابي الصراحه. ايه كنت برشم واغلط بعد. طيب ايضا سؤال هنا، احنا يا بندر نشوفك غالبا مثالي في طرحك بمقاطع الانستغرام. يعني كيف؟ ما فهمت. مثالي يعني جالس تتكلم اشياء يعني مو واقعيه، وجالس تتكلم على اساس ان الناس كلهم ما ادري ايش وزيك وانت الكويس. هذا من اللي سال؟ اعطني اسم. لا لا ما راح اعطيك اسم. لا والله ما راح اعطيك اسم. والله انا بيلحق قبل الطبال. ترى على فكره ترى في ناس كثير يعني اسئله زي كذا. لا لا ابد ما فيه، ما تبغى احسن من الناس كلها ابدا ابدا. فيك عيوب وفيك اغلاط واكيد يعني مش بقول ما انت احسن من الناس. صدقت فيه يعني اقول لك عندك ثغرات بسيطه يعني عيوب، وفيها الناس يطلبون سلامها تحجرت صح يا شباب؟ لا يقول لا 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 هو يبغى يقول يعني احنا مستمتعين معك ترى يا بندر. واصل واصل قصدي يعني يقول لا السؤال صح. انا اندمجت والله دخلت في مخرج اثنين لقيت الزحمة. سلام عليك. طيب انا اغلب مقاطعك اشوفها اللي سالت السؤال ذا لازم تعطيني نكهة. انا طيب انا اشوفك احيانا يا بندر كثير جالس تقول والله فلان جالس يراسلني ويقول لي ويقول لي، تبدا تطقطق عليه تبدا تسلم
تتضايق من الانتقاد؟ لا. طب ليش مستلم خلق الله؟ ما في احد ما حشرته. لا مثل حتى ما حتى الشيبان لي. حتى الشيبان اللي عمرهم بالستين ما سلموا منك. لا بس في ناس تنتقدني مثل ما تنتقد انا انتقد. ولي الحرية في تقبل الانتقاد. والله اتقبل. كويس. الا يجيك واحد يقول لي سامي سخيف حركات المبزرة دي انا ما اقبلها. طيب. انتقد انتقاد جميل. طيب بي اندرسكور ات يسال يقول اسال بندر ليش ما يرد علينا؟ هل هذا غرور؟ امس بسولف معهم في الكومنت. كلهم؟ كلهم. بيضا وجهك. بيضا وجهك. وانا ارسل لك على الواتساب ساحب عليك. لا انت لا رأي انت ما انت مثل متابعيني. لا انا ماني بالعكس انا واحد منهم ترى. انا واحد من جماهيرك والله استاذ بندر. خلاص اوكي. توني عارف. طيب لعلنا نقرا اخر سؤال. والله الاسئله كثيره هنا جدا. صوت صوت بندر تبي تدخل في مجال التمثيل يا بندر؟ اذا ما في عنصر نسائي. اذا؟ ما في عنصر نسائي. يعني تمثيل. طيب كنت تمثل سابقا؟ كيف؟ كنت تمثل قبل؟ لا. بالمدرسه؟ لا ابدا. أصلا طلعت في الإذاعة الصباحية جاتني مركب ممثل. طيب آخر سؤال لك يا بندر وبعدها بنتكلم عدل الشباب. وش تشجع؟ نادي ضمك. نادي إيش؟ ضمك. وش النادي؟ ضمك في الدير هذا. يمكن ما تعرفون أنتم الهلال والنصر هذه مشكلتكم. طيب أنت قبل شوي قلت الواحد من الشباب اللي تحت قلت أنك أقول ولا؟ وش؟ ميولك. قل. نصراوي؟ لا. تنكر؟ أي أنكر. طيب فايز خلونا نشوف التقرير هذا لما بندر قال أنا نصراوي وراح نرجع لكم مرة ثانية. أعرض التقرير ولا يا بندر؟ أعرض التقرير مسجل ترى. لا خلاص نصراوي. لا بس إن إذا صارت مشكلة هنا. طيب طبعا أحلى شيء بموضوع قبل لا تكون مشكلة أحلى شيء بموضوع أنك اعترفت وحنا أصلا ما عندنا تقرير. أفا والله فعلا ترى ما في تقرير. اسألني من اللعيب في النصر ما أعرف أحد. خلاص خلاص قدها وزد يا حبيبي انت. خربت أم الفيلم. طيب ترى 1-0 للنصر على التعاون الحين. ما عادي. طيب أنا برجع لك يا سعود وأسئلة المشاهدين لكن بسألك بالبداية وش يتميز فيه سعود؟ ابتسامة والجمال. سبيك عز الله يعزك. والله ما ادري صراحه يعني عادي ما تميز. طيب شيء نسبه المتابعين اللي وصلوا للعد هذا على ايش؟ عبد الله استعجلت ترى قد والله مره والله انه جميل خل عنك. ها طيب وش اكثر شيء سؤال هنا وش اكثر شيء يضايقك يا سعود بالانستغرام؟ يضايقني والله الكومنتات يعني بعض الاحيان السب والهواش يعني في الكومنتات ما ادري على ايش يعني. هذه كل مكان تحصلها. طيب في اسئله كثيره لك يا صدصد انت وسعود كلكم تمام؟ اوكي لكن في لزمه عندكم انت دائما تقولونها اول شيء. وشو؟ في لزمه عندكم وكلمه دائما تكررونها. قصدك قصيده؟ او القصيده. لزمه ترى هذه لزمه عادي يعني لزمه تكون. انا اشرط لك الحين متابعين كلهم يقول لزمه وش حاطين تحتها خطين يعني يقول لزمه بين قوسين قصيده. طيب اسلم قولها. يقول لازم انا وياها نقولها. يلا قول روح. يقول اشرب الفنجال وكب البياله طيب انا احب اسمهم الطيبين والنوم يا مهبول ما انخلق لين الديابة عز الله يعزك عز روح يا كبير. طيب ايش تكب البياله؟ فسكه؟ هي اشرب الفنجال والبياله ما هي بلي. طيب شيبان يشرب الفنجال البياله مهيله هو والشاي طيب. يعرف من هو له عز الله يعزك. طيب الاسئله اللي هنا حذفت كومنت بالغلط معليش. هي اسئله هنا اي عشان السؤال حلو. لا والله نبغى حذفت والله ما قريت ما لي ولا سؤال انا توني قاري. طيب اسال صدصد كيف تعرفت على سعود؟ انا اساله؟ لا صدصد يسال اسعود. والله تعرفنا اول شيء عن طريق تواصل اجتماعي عن طريق مباراه كان هو يجينا مجتمعين في استراحه وتحدينا في مباراه ما مباراه وجانا اللاعب قال انا والله كنت العب في ملعب وفريق برشلونه ومدري ايش ومدري ايش زبده انا احب التحدي واحب العناد قلت انزل فريقك انزل فريقي صقعتها ب 4-0 وطلع وبعدها صرنا عاد اخوي تحديات ايش قاعد اكيد ترى في ترى في لا 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 صاقع 6 مباريات سلطان ترى في بلاي ستيشن شباب مجهزينه شوف انا ما برضه مستعد اتكفل المباراه كامله بكره ومنقوله بعد اذا فاز علي منقوله لا اللي يبي ولا اللي تبي منقوله كيف افوز عليك وكنا مباراه لا انت ضدي انت هو قصده اول ما تعرفنا على بعض ايه لا فاز على 6 مباريات والله صدق فاز على 6 مباريات اتكرر الحين طيب وش فريقك يا سعود لا
بس هي عنصر معي بس ما كان موجود الحين، ودينا كان موجود عشان يشهد لي. من هو؟ اللي هو عبد العزيز الحجاب. نوجه له السلام وتحية، واتمنى انه والله فعلا هتكون حي في قلبي ابو حجاب، واوجه له تحية السلام بعد. طيب وش يسمعنا اذنيه كبار من بعيد. طيب وش فريقك اللي تلعب فيه؟ في السوني ولا في لا بلاي ستيشن قصدي؟ بلاي ستيشن مدريد. مدريد هذا بالعيال مدريد. اي واحد ما يعرف يلعب على فكره يختار مدريد. لا. لا والله انا ميوني. تبارك الله. لحظه يدق سبونسر. لا لا تكلم عن برشلونه اول شيء. صح كلامك جميل. انا كلامك جميل كذا النصراوي على طول. ما بالغ بس من 2005 وانا مدريدي. طيب اكثرهم يقولون مشجعين كريستيانو مشجعين مواليدك 2005 كاكا مواليدك. طيب انا خليني ارجع للاسئله اللي انا اسالك كثير جدا وبحاول اخذ اكثر قدر من الاسئله. اسال سعود وش طموحك في المستقبل؟ والله الصدق واطمح للاعلام. الاعلام. طيب طموحك بعد الانستغرام ايضا؟ هذا سؤال من ابتسام. بعد الانستغرام بين احنا مخرج بعد الانستغرام بيروح يتوظف ان شاء الله. الاعلام الاعلام ما الاعلام هذا هي. طيب ان شاء الله. طيب اسال صدصد كيف اشتهرت وش تميز فيه بالانستغرام؟ والله وانا اخوك الشهره جات من الله هذا اول شيء. وفي مواقف صارت لي فيها يعني لكن بدون ذكر يعرفونها المتابعين. اقوله ولد الشريه خليك على جنب. اقوله عبد الله انت كنت انت كنت فيك حاشرهم ناشب وكان ناقص بالله حتى السؤال شقلب منه. انا بعطيها اسئله ناصر عندي اسئله قويه. هو نايم بدايه الحلقه احنا نسميها اصلا الحي الميت بالله قاعد معك فاتح عيونك وما تدري ترى هو نايم وفاتح عيونك كذا تبيع يد الله. طيب لا 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 ترى ما اسمع لك يا عبد الله ضيوفي ترى كلهم على عنوان الراس ما في ضيوفك برا تواجه. طيب راح ارجع الاسئله هنا. سؤال لسعود بيكمل على الانستغرام ولا بينتقل لليوتيوب مع ذكر الاسم ليان المزيني؟ والله صراحه ان شاء الله باذن الله بكمل في الانستغرام بس يمكن مع الايام كذا راح اتوجه لليوتيوب بس انتظر. الله يوفقك ان شاء الله. جيد. طيب سلطان سامحني وش توعد المشاهدين بالفترات الجايه؟ والله وعدهم ان شاء الله بكل شيء جميل ان شاء الله. وان شاء الله انا ناوي على فكره ان شاء الله افتح قناه في اليوتيوب انا وكم نجم معي من نجوم انستغرام وان شاء الله وجود اخوي سعود وازي ما يحتاج عبد العزيز الحجاب و... طيب انت كوميدي يا سلطان. ايوه ليش ما اشوفك مقاطع كوميديه بالانستغرام؟ والله شوف كل المقاطع الكوميديه كلها اللي تجي عفويه يعني ما مثل الناس اللي يجي يصور المقطع كوميدي ويصوره. انا كل مقاطع يعني لو تشوفها اكثرها في السناب يعني ولا في الحقيقه ولا لان كثير ناس جوني قالوا يشوفوني كوميدي يشوفوني يقول ليش ما تنزل مقاطع في انستغرام؟ قلت انا المقاطع كلها تجي عفويه يعني ما اروح اجي اصور والفكره واتصنعها. جاي طيب انا برجع لك يا عبد الله. تن فيك ها؟ لا انت نايم انا قلت لك جيب معك بوري قبل الحلقه عشان تنبه. طيب عبد الله اول سؤال وصلني هنا ليش تركت التهكير؟ السؤال من غدير محمد. ليش تركت التهكير؟ والله شوف اول شيء ان التهكير اللي قبل كنت اسويه ما منه فائده ولا منه خير عرفت؟ كنا نخرب ونسوي كذا بعدها يعني بعد ما عرفنا الصح وعرفنا كل شيء بلينا الطريق تركنا كل شيء وعودنا نساعد الشعب. طيب انت ما شاء الله تبارك الله عندك موهبه انك فاهم البرمجه وفاهم الاختراق والتهكير وما الى ذلك. طيب انت تركت التهكير ليش ما توجه المجال يعني يخدم؟ مجال يخدم من يعني قصدك دراسيا ولا سواء وظيفة. دراسيا سواء وظيفيا يعني. سواء حتى على مستوى الانستغرام مثلا الحسابات المخلة بالاداب وغيرها في شوف او استرجاع الحسابات مثلا هذه الحمد لله شغال فيها. شغال فيها يعني استرجاع واغلاق الحسابات وهذه شغال فيها الحمد لله. يعني ما تركت انت التهكير نهائي؟ لا مو كل التهكير انا تركت الاشياء اللي ما هي بزينه في التهكير فقط. طيب صار لك مواقف في التهكير موقف ما تنساه او ندمت عليها؟ والله شوف في موقف ما انساه مو بندمت عليه بس اني يعني كسبت منه شيء الصراحه هذا اللي ما انساه اللي هو يعني طبعا اول شيء اوجه تحيه لاخوي نايف العتيبي نوك 511 صار موقف بيني وبينه عرفت مشاكل ما مشاكل في الهاك وزي كذا ومنها تعرفت عليه والحمد لله يعني وصرنا الحين اكثر من اخوان هذا الموقف اللي ما انساه نهائيا. طيب هل راح يجي يوم من الايام تهاوشت انت وسلطان او تهاوشت انت وبندر او تهاوشت انت وسعود تخترق حساباتهم؟ لا والله للاسف الشديد ما هو انا اللي اسويها ولا يطيع عقلك. هذه والله حركات اطفال صراحه والله كبير والله والله حركات اطفال والله كبير لان هذا الشخص يعني يصير عنده قوه ويستخدمها ضد خويه عشان مشكله ولا شيء اسمي هذا عقل طفولي. طيب سؤال لك يا سلطان جاني الحين من عبير الحارثي تسال تقول مقلب سويته لاحد حسيت انه ثقيل؟ والله سويته في عبد العزيز حجاب خليت الدموع تنزل بعد
طيب وش المقلب؟ المقلب طويل بتنتهي الحلقة ما خلص. طيب بشكل سريع يعني ما أقدر أقولك والله. عن إيش؟ عن صدمته يعني؟ وش هي صدمته؟ لا خذيت سيارته هو ما أخذ سيارتي. أيوة. وقال بروح للبيت وبرجع لك بعد العشاء. قلت أوكي ومعي سبير وقلت أنا بطلع برا الرياض أنا مخطط لها قبل. راح للبيت ولبق وجيت بعده يمكن بنص ساعة أخذت السيارة ومشيت. دقيت عليها بعد يمكن 3 ساعات قلت بالله يا بالعزيز راح السيارة وفتح الدريش تلقى الورقة حقتي يعطيني الرقم اللي فيها. طلع بالعزيز ما لقى السيارة ما رد علي سكت يمكن قعد ساعة هو أقول وكل شوية دقائق يقول دقائق مشغول مع أهلي وهو منك والسيارة مهم موجودة الزبدة يعني قلت خلاص دقائق وبيجيك واحد من الشباب عند البيت. دقيت عليه بعد ربع ساعة كذا بعد الوقت ذا كله جيت عند باب البيت طلع علي إلا أنا في وجهه والسيارة معي من اللخمة ما درى وش يسوي وقال بردها لك ورد لي مقالب لو تدخل حسابه تلقاها فيه كثيرة بس إن شاء الله بصراحة والله تستاهل. مشاهدينا الكرام خلونا نشوف وش الحصة التالية ونرجع لكم مرة ثانية. صح لسانك. حصة جمع الكلمات. أنا أبعطيكم كلمات وأبغاكم تحاولون بقدر المستطاع يعني أسرع وقت أنكم تعرفون وش جمعها. جمعها؟ وضحنا قبل عشان يفهمون لأن أخ بوتز إيش جمع طالب؟ إيش جمع طالب؟ طلاب. فهمت يا بوتز؟ إيه عشان يفهم لأن الاستوعاب عنده بطيء. طيب ما أقدر أحد أنا قصدي أبى أشوف دفرتكم، أبى أشوف دفرتكم على الهواء، هل أنتم فعلا دوافير؟ ولا ما عندكم يا ولد عندنا. طيب أول كلمة الزورق. زوارق. سلطان سجل عندك فايز ولا خليني اسجل انا عندي لا هذا راح انا جايبه من فوق لا انا جايبه هو اللي سبق هذا صح انت قلت الزاخ خلصت الحلقه ما بتكلم هذا يتفلت طيب سلطان عنكبوت عناكب عناكب ترى قريب يعني حاول انك توقف هنا تقول عنكب عبد الله اول واحد سلطان وبعد عبد الله طيب السؤال الثاني طالع ورقه لا انا بدي اقول بسرعه 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 متحمسين ها؟ اخلص ديتسن داست ايش اسمها؟ داست هذه فبرة تسوي داست مو داسين عليك دافور يا حبيبي كل جهة جيد سلطان لبيه اقول الكلمة لك انت سلطان لحظة اللي بعدها كلنا لا هو اللي جاوبه الواحد ايه بس يعني الحين يصير له السؤال بس يا اخي وقال لا لا لكم انا اتكلم عن الكلمة اللي قبلها يلا الحين يقول سلطان يعني هو اللي ماخذ المركز هو المركز الاول اسحب مشاكل والله نحله نحول نحول نحلات نحلات نحاليل نحل نحل نحول نحل نحل سلطان وش جبنا الذكر والانثى جبت العائله كلها عجبتني النحاليل نحاليل من قالها انت لا وش نحاليل هذه تقروشت هو النحلات نحل نحل وهي لا هي ايش قال نحل يلا بسرعه طيب مينا مينات مواني مواني والله تغش والله انك تغش لا والله ليش شكله يقرب لك والله لا والله ما يقرب لك انت كذا راح مقرر البرنامج انت قلت مينات قلت مواني انا قلت مينات مواني كلها لا سلطان سلطان وريت سلطان طيب ساحر سحور سحره سحور سحره عزه عزك ساحرين لا سحره وش سحور سحور قصد الفطور بدري الفطور بدري طيب اللي جاوب سلطان سلطان انت رشاش بس علشان امي ترى اللي تشوفني الحين احلى شيء كسبته بالحلقه نجمع ساحر سحور سحور هذا شيء جميل تونا الصيام بعدين مو الحين الله يسعدك يا لا في ناس تقضي الحين طيب عمود عميد اعمده يا اخي ما بلازم العربيه يا اعطوني مجال اعطني كلمه انا سعود ترى اما انت يا سعود ما جبت ولا شيء وانا ولا شيء هو الفصل الثاني وانا اصبر خلنا لا تجاوب وانت برضو ما جبت شيء لا تجاوبني يا انا وانت بناخذ درجه كامله طيب اصبر خلنا اجاوب سكروب سكريب كلنا هو يرفع الصوت على الشحن غير نطح الصوت والصوت غير ايش رايك يا فايز لا هو اللي قال يغيرها طيب كنسل في مثل يا ناصر نطح الصوت والصوت تلغى الاجابه عز الله يعزك محارة محارة محار 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 خطأ عز الله يعزك لا صح العلم العلم خطأ عرف لا صحيح أنا عارف أدري لا صحيح محار في مطعم أقدر اسمه محار طيب أنت كيف كذا عرفت قال محارات مش قلت محارير محارير وهذا يقول محاوير
احنا جينا المربط الفرس. هذا هو المشكلة. الصح والخطا صح خطا. مربط الفرس الاختبار. اختبار على الطاولات ولا في مسلسل؟ سلطان تعال هنا. اول ثلاثة صح. اخر ثلاثة خطا. بندر تعال عنده. سعود تعال قدام. عبد الله هناك. اخر شيء. ايه. طيب. هذه أسئلة لكني أنا غيرتها بحكم أنها الحلقة الأخيرة. أنا ما خليتها صح وخطأ. غيرتها. أسئلة وحاول تجاوب بسرعة. السؤال الأول بس خلي يطلع الوقت. الوقت يا شباب. طيب. أول شيء اكتب اسمك. بسم الله. دقيقة اصبر. والأسئلة تراها سهلة. دقيقة أنا أدري إنك قاعد تغششهم اصبر. لا اغششهم ليش انا اغششهم؟ اكتب اسمي. اكتب اسمي ولا اسم؟ لا اسمك انت يا عبد الله. اسمي ولا اللقب؟ ايش فيك مفهي انت اليوم؟ طيب استاذ السؤال الاول. السؤال الاول يكتب. طيب الوقت بدا. السؤال الاول ما هو الشيء الذي يقرصك ولا تراه؟ ما ادري. نامس يا اخي. لا ترفع صوتك يا اخي. لا تتكلم. اكتب ورقه وانت ساكت. اكتب ورقه يا اخوي. ايش فيك؟ راعي مشاكل انت يا عبد الله. طيب ما هو الشيء الذي يقرصك ولا تراه؟ سعود تغش مره ثانيه بسحب ورقه. اصبر لحظه طيب أصبر. السؤال الثاني الخال الوحيد لاولاد عمتك من يكون؟ بدر عينك بورقتك بالجوال. السؤال الثاني الخال الوحيد لاولاد عمتك من يكون؟ سلطان بسحب ورقتك ترى. السؤال الثالث من هي التي يطلق عليها لقب ام قشعم من الطيور؟ قشعم والله ذي. طيب والله السؤال الرابع ما هو الشيء الذي اذا وضعته في الثلاجة لا يبرد؟ ها اي انا اعرفه يا اخي. السؤال مكتوب عندك بود. يا عبد الله سلطان بندر خلنا حبايب عشيك. طيب السؤال الخامس قبل الاخير ما هو الشيء الذي لا يمشي الا بالضرب؟ ما شيء ما قال لك ما هو حيوان. كرم الله سامعين. طيب اكتبها عندك ما يحتاج انك تقولها عشان يعلموني. اي صح. طيب السؤال الاخير يا سلطان. دقيقه هي صح ولا خطا ولا تكتب الكلمات؟ لا تكتب الكلمات يا قلبي. صح ولا خطا؟ شلون تكتب؟ ما هو الشيء الذي يقرصك ولا تراه؟ تكتب صح؟ يقول لك ما هو بتكتب صح؟ دقيقه بدر رطح من عيني تكفى. والله العظيم ها كذا يعني. طيب السؤال الأخير ما هو الشيء الذي يطلبه الناس إذا غاب عنهم ويهربون منه إذا حضر؟ دقيقة باقي معكم 45 ثانية. أعيد الأسئلة بشكل سريع. السؤال الأول ما هو الشيء الذي يقرصك ولا تراه؟ سلطان عينك بورقتك. السؤال الثاني الخال الوحيد لأولاد عمتك من يكون؟ السؤال الثالث من هي التي يطلق عليها لقب أم قشعم من الطيور؟ خلوكم مثل سعود ما شاء الله تبارك الله عينه بورقته ولا يلتفت ولا شيء. خلاص 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 خلاص. شكرا يا مصطفى الأسود الرم. طيب السؤال الرابع ما هو الشيء الذي اذا وضعته في الثلاجه لا يبرد؟ طيب عطني ورقتك. ورقتي مسحوبه عبد الله. ورقتي مسحوبه. غش غش اكثر. لا والله ما غشيت. اني حل اول واحد انا خلاص. حتى ولو والله اني حل اول واحد خلاص. انت موضوعك عبد الله. طيب اكتب لك. السؤال الخامس ما هو الشيء الذي لا يمشي الا بالضرب؟ كذا نظام يعني بندر فنش. انا هذه المره الثانيه انا قاعد اهوجس يعني. طيب. فل والله ما هو الشيء الذي يطلبه الناس اذا غاب من اذا غاب عنهم ويهربون منه اذا حضر؟ استاذ ناصر عطني فرصه. الوقت عطني فرصه. يعطيك العافيه استاذ ناصر. عطني فرصه يا رب. استاذ ناصر عطني. لا ما حليت يا بندر. افا عطني. شكرا لك. يعطيك العافيه بندر. لا والله اني اتفرقكم والله. لا 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 اجوبتكم غلط. طيب والله صح سامح. ما يحتر في الثلاجه الشطه صح؟ لا نبي نشوف الاجابات. نبي نشوف الاجابات بعد شوي. طيب مشاهدينا الكرام خلونا نريح شوي نطلع مع الفسحه ونرجع لكم مره ثانيه. يلا بس ريحوا. لو قلنا لك غير وقت الفسحه متى تغيره؟ الساعه 7. يعني اقدمه يعني باخره. والافضل اني اقدم وقت الفسحه. ليش يعني مو مناسب الان الوقت؟ لا والله الحين مو مناسب. شمس سقطتنا الشمس. بس الشتاء ابقدمه. والصيف ها حط موعد ثابت يعني. لا في الشتاء ولا في الصيف راعي ذا الشعور. انا شعور الطلاب. شوف الحين شمس وحر. لازم في الشتاء اخر. اما في الصيف اقدمه. والله بحط الاولى.
برا توك واصل المدرسه تحط المسح حلو. وش وش ماده الهجوه اللي يقول يعني الجديده فيها؟ مالي فيها الكبري خويي فيها مالي فيها لا طيب اللي بكم تشرحون الماده ذي وش هي؟ يعلمك كيف يعشق الموتر ويعلمه لا من حاجات قديمه قياده سيارات موجوده يعني. هلا والله هلا بالعيال. انت واضح ما شاء الله عليك انك عريف فصل. والله اخوي عريف فصل انا ما نبي عريف يعني زين من البيت عريف فصل. طيب اخو عريف فصل دائما وش المشاكل اللي تصير له؟ المشاكل اللي تجيني والله يمكن سوء اخلاق احيانا يعني احيانا خليهم يسكتون ان شاء الله احيانا تجي سوء اخلاق. وش تسوي اذا واحد شاغب مره وش تسوي معه؟ اروح اشتكي المدرس ولا بس اشتكي المدرس ما لي الا اشتكي المدرس صراحه. تعودنا اي عريف فصل قاعد يتوسط لاخويا يروح دوره مياه يروح يشرب ماي. اي صح يتوسط لهم احيانا ما يعلم المدرس احيانا. عبد العزيز المدير اعطاك 1,000,000 ريال ايش ممكن تسوي فيها؟ اتبرى فيها المدرسة. الاسم الكريم حنش المركف الحربي. اعد واسمع ليش ما سمعت اعد؟ فالح غازي الحربي. فالح ها؟ طيب اخوي فالح والنعم والله. انا احس انك ممثل بارع بصراحه. طيب عندي طلب صغير يا فالح. ابيك تمثل انك طالب مجتهد كذا عرفت؟ مجتهد وكل ما سال مدرس سؤال تجاوب كذا. ما تشوف المجتهد الحين؟ لا واضح انك مجتهد. ابيك تمثلها. ابيك انت ممثل الحين مشروع ممثل قادم. مثل انك طالب مجتهد. انا الحين طالب مجتهد متفوق بالمدارس الرياضيه قصي رياض. وانا طال عمرك اخذت الثاني فمتوسطه هذا لقاء. انا ابيك تمثل. طيب خلاص بعطيك فكره ثانيه تمثل فيها. ايه مثل انك لاعب كره قدم وجبت هدف. كين الهدف الحين؟ جبت هدف. اللاعب اللي جاب هدف يفرح صح؟ انت قول يروح العيال عمي بشنو. انت حارس الحين انا مهاجم ها وانت حارس انا جبت الهدف انت حارس وش بتسوي؟ بس كنت نظرة البراءة مظلوم. انا جهدت وانا كنت حارس مجتهد وجهدت بس وعيني على المدرب عشان ما يطلعني برا وش هذا الموضوع. في موضوع غير كورة ذا. مثل لي انك عريف فصل ومعصب على الطلاب اللي ما يسكتون. يلا محلك يا محلك. خمس دقائق وموضوع ثاني. في موضوع ثاني ولا؟ طيب هذه الفسحة انتهينا منها يعطيكم العافية. فيها الحصة الأخيرة معنا مشاهدينا الكرام وخلونا نشوف الشيء ونرجع لكم مرة ثانية. طيب حصة جماد حيوان نبات. أنا أعطيكم حرف أسرع واحد يجيب عليه اسم. اسم وش نجيب؟ اسم حيوان ولا نبات؟ جماد حيوان نبات. أجيب الثلاثة. أنا بحدد لكم تحدد يعني حرف جماد. أنا بحدد لكم. طيب اسم بحرف الياء. ياسر. ياسر. ما تغشش. أنت تقول جماد حيوان؟ لا أنا قلت أنا أحدد لكم. هي اللعبة اسمها كذا بس. قال اسم بحرف الياء. يعني أنا قلت اسم بحرف الياء. طيب جماد بحرف الجيم. جميل. جدار. جهاز. جم جم جم. جدار. طيب نبات بحرف الواو. جرجير. وردة. 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 من اليوم أقول وردة. ورد. هم قلت ورق. أنا قلت وردة. طيب. وأنا قبل بس استعمل. قلت وردة. اسمعي بالجيم جرجير. جرجير. طيب اسم بحرف الخاء. خالد. خالد. سلطان. عز الله يعزك. فعاخع المطبخ. سلطان. سلطان غشاش. كل هلا الورقة اللي قبل شوي ضعت فيها. جماد بحرف الكاف. كهرب. كهف. الحمد لله. وش كهف؟ لحظة كهف. وش كهف؟ جماد. كبريت. جبل. لحظة. جبل. كمبل. 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 وش؟ صحيحة. كهف جبل. كرسي خلاص. جبل. جبل. قلت لك كمبل. الجبل يعتبر جماد ولا ما يعتبر؟ الجبل. الحجر جماد ولا موجود؟ إيه. خلاص. هذا يقول كهف. لا بس الكاف. الكاف. خلاص كرسي سجل. ما ما يتحسن. أنا قلت كاف. هذا يقول كاف. أنت تقول كاف. قلت كاف أنا. أنا مسكت معجيم. انبرشتج علي فندر. هو يقول جمل. طيب آخر كلمتين معانا. آخر كلمتين معانا. نبات بحرف الميم. مقدونس. موز. أخ جاوب. مقدونس. 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 طيب مقدونس. أنا سبتها. طيب آخر كلمة معانا.
جماد بحرف التاء. تاكسي 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 سيارة تالا تاولة سلطان تاكسي خطا تاولة 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 تاكسي يعني سيارة لا بس كان تاكسي هو تاكسي خطا تاكسي 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 وشو انت تمزجون سيارة جماد ولا مو جماد تيشو منديل لا تابوت لا اخذ نوع في السيارة سيارة جماد تكلم عن تاكسي هو بالاخير هو جماد لا زين بعدها تاولة طيب احنا عندنا انتهت الحصة يعطيكم العافية طيب تعطوني الدرجات يا شباب طيب اعطوني الدرجات معك عطني اياها مصطفى مقدونس مقدونس يا مصطفى تاولة انا شبكت طيب خلوكم معي لحظة بس يا شباب لان احنا وصلنا لختام البرنامج عبد الله ما هو الشيء الذي يقرصك ولا تراه النامس يقرصك ما تشوفه والله أنا ما أشوفه إذا كنت مزدح طيب. الخال الوحيد لأولاد عمتك من يكون أبوي صح من هي التي يطلق عليها لقب أم قشعم النعامة خطأ الإجابة أنثى النسر ما هو الشيء الذي إذا وضعته في الثلاجة لا يبرد الفلفل صح ما هو الشيء الذي لا يمشي إلا بالضرب الحمار أنت كرامة أنت كاتب مسمار يا رجل مسمار أنا آسف والله خطك ورا من جنبها بحل بسرعة طيب صح أوكي ما هو شيء الذي مسمار صح والله ترى انا كاتب جايه بس انت ها عندي ميم انت مش السؤال حق المسمار اللي يضرب ما يمشي الا بالضرب طيب ما هو شيء الذي اذا يطلبه الناس الذي يطلبه الناس اذا غاب عنهم ويهربون منه اذا حضر البرد خطا يا رجل غلط طيب انت اخذت 4 من 6 يا عبد الله بيض وجهك بندر ما هو الشيء الذي يقرصك ولا تراه النامس غلط كلنا مجاوبين نفس الجواب طيب الخال الوحيد لأولاد عمتك من يكون ولد عمي غلط برضه 0 من 6 بيض الله وجهك شكرا لك يعطيك العافية شكرا الوالد يتابع صوت الله يحفظه شكرا صوت ما يحتاج اني اقول الاجابات ما يحتاج ما لانك انت 0 من 6 اصلا والله عزر انا اسف والله احسن شيء عشان كم 0 من 6 شوف الدفرة مع مرتبة الشرف شوف الدفرة ونعم والله بس عوضتها باشياء ثانية الوازعي شوف الحمار هذه مرتين ما هو الشيء الذي يطلبه الناس اذا غاب عنهم ويهربون منه اذا حضر الابرة كيف؟ ما ادري اذا شفت انت اذا جاك الوجع تبي شيء يعني ايش فيك؟ اذا لما جاك الاجابه هو المطر ها؟ الاجابه هو المطر المطر عشان ما ننبسط ونسدح تحت انت تطلقوني اذا غاب عنكم ايه ويهربون منه اذا حضر اذا صار كثيف مره ما تهربون منه؟ لا طيب بظنتي 2 من 6 ليش طيب؟ مجمل الدرجات كامله انا الناجح فاز فيها سلطان وبيض الله وجهه عزر يعزك مجمل الدرجات الجمع كله في جمع الكلمات وفي جماد حيوان نبات اعطيتكم فرصه في الورقه والله ما اعطيكم فرصه ناصر طيب. قاعد اعطيكم شباب انا في نهايه البرنامج سعود يعطيك العافيه بيض الله وجهك سعيد بوجودك يا بدراس كلمه كلها اختار كل حسابك والله احب اشكر متابعيني واشكرك انت ناصر لانك خليتنا يعني بالحلقه الختاميه وذا واشكر بعد فنزال والله ما قصرت يعطيك العافيه اول شيء اقول الشكر كل الشكر لاخوي ناصر وبرنامج بدايه اللي طلعونا على الساعه اليوم وكل الشكر بعد لامي اللي تتابعني الحين من البارح ما نامت الى الحين امي اليوم مواصله علشان الله يخليها لك واختي جود صغيره واحب اشكر بعد المتابعين كلهم ويا ريت كان متواجد معنا اليوم عبد العزيز حجاب وان شاء الله نعوضه في الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله في الموسم القادم باذن الله بندر اول شيء اشكر البرنامج واشكرك اخوي ناصر واشكر متابعيني وبس يعطيك العافيه عبد الله اول شيء اشكرك على استضافتي وثاني شيء اشكر المصورين واشكر المتابعين كلهم واشكر امي لانها تتابعني برضه الله يخليك يا رب واخواني كلهم واشكر طاقم قناه بدايه كلها كلمه بقولها على الاستضافه طيب كلمه ناصر بقولها قلتها انت قبل شوي سالتها وممكن الاخ بندر بعد يوم سالتها عن اليوتيوب ودخل معك احد وما دخل معك احد احنا يعني عندنا يعني ما شاء الله بندر عنده موهبه بوز عنده الموهبه سعود عنده موهبه عندي موهبه نحتاج يعني من يدعمنا ومن يرعانا جي. هذا اللي نبغى نوصله المعلومه طيب بيض الله وجهكم يعطيكم العافيه مشاهدينا الكرام هؤلاء هم ضيوفنا الذين شرفونا في الحلقه الاخيره ينتظرون منكم الدعم وهم ابناء هذا الوطن المعطاء يستحقون بان نكرمهم وندعمهم حتى يرقون بمجتمع ونتابع الحصه الاخيره معنا في هذا البرنامج ونعود اليكم الحصه الاخيره مشاهدينا الكرام هي حصه وداع من هنا نقول لكم
وداعا وقد نلتقي بكم في برامج قادمة بمشيئة الله تعالى. ما أشبه الليلة بالبارحة، ليلة البارحة بالأمس كنا نرحب بكم في أول إطلالة لهذا البرنامج، واليوم ها نحن نودعكم على أمل أن نلتقي بكم بمشيئة الله تعالى في حلقات وفي برامج قادمة بمشيئة الله تعالى. من هنا بدأنا، كنا حريصين مشاهدين الكرام على تقديم كل ما يقر ذائقتكم في برنامج دوافير. دوافير الإنشاد، التمثيل، الموهبة، المشاهير في السوشيال ميديا بشكل عام، الانستغرام، اليوتيوب، كل ذلك قدمناه لكم على شكل حصص دراسية، وهذا البرنامج ناجح بشهادتكم أنتم مشاهدين الكرام، ولله الحمد والمنة قدمنا كل ما يقر ذائقتكم. الحصص التي خرجنا بها مشاهدين الكرام في هذا البرنامج العديد من الحصص، ولكن أذكرها لكم بشكل سريع. الحصة الأولى حصة فنون، حصة مشاهير، حصة طيبين، حصة ترفيه، كرت أحمر، حصة صح أو خطأ، حصة وطنية، حصة يومية طالب، جمع الكلمات، جماد، حيوان، نبات، حصة شكل إذا، معاني الكلمات، حصة تعبير، حصة نص ريال، مصطفى، الدنانة، الفسحة، الحصة الأخيرة، هذه والعديد من الحصص. أيضا مشاهدينا الكرام لا أنسى أن أشكر شركاء النجاح معنا في هذا البرنامج من ضيوف البرنامج، والذين شاركوا معنا طيلة 14 حلقة، ولله الحمد والمنة وصل عددهم إلى 56 ضيف من مشاهير الإنستغرام وأيضا من كافة المبدعين، فكل منهم يتميز عن الآخر بموهبة خاصة قدمها لنا في هذا البرنامج. ولعلي أذكرهم بشكل سريع، الحلقة الأولى كان عندنا عبد العزيز العقرة نجم الانستغرام، فيصل الصواط، المنشد محمد دوسري، إبراهيم الشواريخ. الحلقة الثانية ريان الهريش نجم اليوتيوب، طلال القحطاني، ماجد العويرض نجم الانستغرام، أمين الخضرة مقدم برامج تلفزيوني. الحلقة الثالثة كان معنا المنشد بندر أبو زيدة، راكان سليمان، أبو غمزات نجم الانستغرام، حسام الجبر، عبد الله سليمان. الحلقة الرابعة كان معنا سامي العجوني مقلد الأصوات، هيثم مصليطي مقدم مسرحي، عبد القادر الشهراني نجم الانستغرام، عبد الله حكمي نجم الانستغرام أيضا. الحلقة الخامسة كان معنا المنشد عبد الوهاب الأنصاري، عبد الله عساف أيضا نجم الانستغرام، المنشد ياسر فقيه، المصور عمر العواد. أنا أشكرهم بالأسماء مشاهدين الكرام لأنهم فعلا يستحقون بأن نشكرهم على تعنيهم وعلى وجودهم في هذا البرنامج وعلى أنهم أيضا شاركوا في نجاح هذا البرنامج. الحلقة السادسة كان معنا عزدي نجم الانستغرام، نواف التميمي نيفو نجم الانستغرام، المصور سامي الشراري، مراد الحربي. الحلقة السابعة كان معنا عبد العزيز رشيد نجم الانستغرام، فيصل نجم الانستغرام أيضا، طارق بهمام مهارات كروية، عبد الرحمن الشهراني نجم الانستغرام. الحلقة الثامنة فراس نجم الانستغرام، الرسام مؤيد السويكت، أحمدوه نجم الانستغرام، النجم عبد الباري أيضا. الحلقة التاسعة أبو حش نجم الانستغرام، ريان مجرم جيمزر، بيدو لاعب خفة، كاسر نجم الانستغرام. الحلقة العاشرة حمدي نجم الانستغرام، خالد تميري مربي حيوانات مفترسة، ضامن نجم الانستغرام، المخرج ومصور سعد الخوفي. الحلقة الحادية عشر محمد الدهامي نجم انستغرام واخوه التوأم عبد الله الدهامي نجم انستغرام، ماهر البقمي مهارات كروية، وايضا المنشد نواف النحيت. الحلقة الثانية عشر حموش نجم الانستغرام، الهاكر كلاي، عبد الله السلام نجم انستغرام، عبد الله الشمري مراسل رياضي. الحلقة الثالثة عشر قبل الأخيرة المنشد يزيد الدوسري، المنشد مشعل حضيف، زياد با حسن وسلطان عماري، عباقرة الرياضيات والذين سيشرفون المملكة العربية السعودية في المشاركة في المسابقة العالمية بأمريكا بإذن الله. الحلقة الرابعة عشر وهي الحلقة الأخيرة بندر بسلطان، صد سعود الواز، الهاكر بودز او عبد الله، هؤلاء هم والله بودز وبودز، انا اسف انا اسف طيب. هؤلاء هم ضيوفنا مشاهدينا الكرام، شاركوا معنا في هذا البرنامج، وبلا شك بان كل منهم وضع بصمه نجاح في هذا البرنامج، فلهم كل الشكر والتقدير. ايضا مشاهدينا الكرام، الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فمن هذا المنطلق يسرني ان اشكر ايضا كل من شارك معنا في هذا البرنامج وكل من دعمنا، وعلى راسهم الشيخ عبد العزيز العريفي مالك هذه القناه، وايضا الاداره التنفيذيه واداره البرامج الاستاذ سامي الجعون، وايضا شكر خاص لصاحب السمو الملك الامير نواف بن سعود ال سعود على مشاركته معنا في هذا البرنامج، وايضا شكر للمصور كمال حفار على تغطيته وعلى تصوير للتقارير الخارجية. أيضا شكر لفرقة الدنانة الشعبية والذين شاركوا معنا بمشاهد رائعة أنتم شاهدتوها في الحلقات الماضية تحت عنوان حصة الدنانة. أيضا شكر وتقدير للمصور أحمد الحفظي على تصوير الكواليس. شكر خاص أيضا لكاتب هذه الكلمات، كلمات الشارح الشاعر بندر خمشي ومؤديها المنشد عبد الله العبودي. أيضا شكر وتقدير لفايز مدخلي مقدم ومراسل الفسحة، وهو بلا شك أحد أهم أسباب نجاح هذا البرنامج، معد البرنامج عفوا، أحد أهم أسباب نجاح هذا البرنامج، يعني يقضي ساعات الطوال على أن يخرج هذا البرنامج بصورة رائعة جدا، فكل الشكر والتقدير لأخي فايز لأنه جد أنا تعبته معي. مشاهدينا الكرام، التقارير الخارجية لها مذاق خاص وكان يطل علينا مصطفى من خلالها، وفي الفترات الأخيرة كان يشاركنا في الاستوديو، فكل الشكر والتقدير لمحمد عبد المنعم، صح؟ محمد عبد المنعم، نسيت اسمه من كثر ما أمجاس أقول مصطفى. محمد عبد المنعم أيضا شارك معنا في هذا البرنامج، فكل الشكر والتقدير له. أيضا شكر وتقدير لفرقة الدنانة الشعبية كما ذكرت لكم قبل قليل بأنهم شاركوا معنا ووضعوا بصمة رائعة
في هذا البرنامج. أيضا شكر وتقدير لأحمد الغامدي من الإعلام الجديد على أيضا التنسيق ومشاركته معنا في ترتيب للضيوف. أيضا قسم الجرافيك قسم الزيزو وأحمد آدم أيضا شكر وتقدير لهم. الإخراج، الهندسة، المصورين، الإعداد، الصوت بشكل عام، جميع العاملين، الإضاءة، فكل الشكر والتقدير لهم. أيضا المونتاج. مشاهدين الكرام، طيب أنا ذكرت الإضاءة يا فايز، الإضاءة أيضا شكر وتقدير لهم. طيب أمر آخر مشاهدين الكرام، أنا بدي أن أشكر فندق موكيا دور على أنه استضاف ضيوفنا الكرام الذين يحضرون من خارج الرياض. أيضا شكر وتقدير للومار للخياطة الرجالية على تقديم هذه الملابس طيلة الحلقات الماضية في هذه الدورة البرامجية كاملة. مشاهدين الكرام، ختاما شكر لكم أنتم، فأنتم المكسب وأنتم رأس المال الحقيقي في هذا البرنامج، فأنتم بلا شك أحد أهم أسباب عناصر النجاح بشهادتكم أنتم مشاهدين الكرام على ما شاركتم معنا في هذا البرنامج، وعلى أيضا تعليقاتكم الرائعة وعلى مشاركاتكم للأسماء، فكل الشكر والتقدير لكم. ختام المشاهدين الكرام، وصلنا نحو إياكم إلى ختام هذا البرنامج، وبإذن الله نلقاكم قريبا في الجزء الثاني من برنامج دوافير بعد أن ينتهي برنامج مكة. تجمعنا في شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة بإذن الله. سنعود إليكم مجددا في هذا البرنامج، برنامج دوافير الجزء الثاني، إن كان من صواب فمن الله وحده، وإن كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان. ختاما تقبلوا تحيات محدثكم وأخوكم ناصر الحربي، ونلقاكم قريبا بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دوافير الله الله فوق عالي، البرامج في بداية بالعلالي، المواهب عندنا دايم ومتعة، يا دوافير المعزة المثالي.